الناس اللي كيعشقوا المخاد الكبار ديال 90، اغلبيه الا جبتكم المخاد الكبار كنجيبهم لكم في البلدي. خصكم عاود تشوفوا المخاد الكبار في الرومي، هذه المبره الروميه، مبره نازله غليظه نازله. هادو نتوما 90، 10 المخاد ديال 90، 12 متر ونص ما مفصلاش، وعشرة المخاد ديال 90، وربعة المساند مدورين. هانتوما بالنسبة للناس اللي كيعشقوا الديكور وكيعشقوا الذوق، نعطيكم واحد الأفكار باش يجيكم صالون رومي معتبر. المهم الخدة ديال 90 خصكم دير لهم العمارة ديال 100، ديما الخدية إلا كانت 70 غدير لها عمارة ديال 80، وإلا كانت ديال 80 غدير لها عمارة ديال 90، وإلا كانت ديال 90 خصك دير لها ديك الدخلاني ديالها غتعمره باللواط ويكون ديال 100 باش كيتجبد. خصوصا الرومي، الرومي كيبغي العمارة تكون كبيرة اللي في قلب، سواء اللواط سواء أي حاجة، ومن الأحسن عمرو باللواط اللي ما استطاعش ديك الساعة يدير البونج. كتكون واحد العمارة كتباع، يمكن لكم تعمرو بالبونج وشي حاجه باش كيجي مجبد مزيان. المهم انا راني دايره خديه، دايره تقريبا حنا جوج خدادي هنايا باش درنا لكم غير التصوير. هانتوما المبره ديالو كي دايره غلاضي، شوف غلايت شي شويه. قلنا 12 متر ونص و10 د الخديات ديال 90 كبار الخدادي. بالنسبه للديكور نقترح عليكم فكره، بالنسبه اللي بغات ديكور رومي بالديكورات ديالو، صالون رومي هذا راه صالون ديال 5 د السدادر ولا اكثر، راه نمت لكم حتى اكثر. الا مشيتو ديتو للخياط غادي تحاولوا تفصلوا، اما يعني من الاحسن يكونوا في هذا السامبل مبرا سامبل في هذا اللون وديروا ديكورات. يمكن لكم تشكلوا الديكور حتى بهذه اللوينات هادو، هاو هاد الصفيفر بارد وهاد الكغي فونسي وهاد تركوا، يمكن لكم تفصلو بالطريقه اللي حبيتو وديروا ديكورات مينيات. راكم عارفين مينيات ديك البروشات ديالهم، راه يجيكم روعه. هذا الثمن ديالو 1500 درهم. لاحظوا راني كنبيع لكم الطلانت الجديد بثمن المستعمل، راكم تدورو فين ما مشيتو ما غتلقاوش الاثمنه اللي عند ام الحسن. راه كاين قنوات اخرين كيتواصلوا معايا وكيقول لك مطيحه عليهم السوق، انا ماشي مطيحه السوق، انا الحمد لله كنقنع، ما عنديش مشكل انا بالنسبه لي نطيح لهم السوق ولا ما نطيحش، انا اختي الارزاق بيد الله. كلشي اللي ما عندوش يفرش. ونزيدكم واحد النقيطه، الا تلاحظوا راه المستعمل، ها نتوما راني جايبه لكم غير شي حاجه قليله، المستعمل منين كنلقاه انا غالي بزاف وكنلقاه بثمن يعني المستعمل يعني الثمن باهظ، علاش غنجيبو لكم؟ انا صراحه ما كنبغي نقلب لكم على شي طليمطات رخاص جات شي 200 درهم 250 درهم 300 درهم الناس اللي ما عندهمش، وانما ما كنلقاش، كنلقى الطلم طالعين في الثمن، الناس استعملوهم تشبعوا وفي التالي يعني كيطلعوا لهم الثمن. اذا ما كنحاول ما امكن باش ما نجيبهم لكمش، كنجيب لكم الجديد بثمن المستعمل. فوقاش كنجيب المستعمل؟ الا لقيت شي فرصه، الا لقيت شي ثمن مرطب، لان الله يكون في العون، راه ماشي كلشي عنده وماشي كلشي ما عندوش، وراه ماشي عيب الانسان الا فرش المستعمل، راه ماشي عيب. الا الحمد لله الصابون الانسان كيصبن، ماشي الواحد اللي بعدك الطلم طرا فيه جدام ولا ما عرف شنو، لا راه كيكونوا مخيطينهم بالثمن، وانما هي خيطتيهم بالثمن نهار اللي تبيعي طيحي الثمن، راه النص بالنص، ماشي تحسبي واحد الثمن يعني تفرشيهم حتى تشبعي وفي التالي تحطيهم بثمن باهظ الثمن، صافي الواحد يقنع بواحد الثمن قليل. هذا هو الاسئله اغلبيه اللي كتداول، ما كنجيبش جديد المستعمل لان لقيت كنلقاه غالي بزاف، واش نجيب لكم مستعمل غالي؟
فاش كنت كنجيب تلقى شي اثمنه غاليه كيتقاو كاين شي وحدين كينتقدوا، الحمد لله ماشي بزاف، غير بعض البعض وصافي كيقول لك زعما هذا. انا ما كنبغيش نسمع ديك الهضره صافي، تنضطر نجيبكم غير تشوفوني جبت لكم جديد، عرفوا راه المستعمل لقيتو كيكون مدقدق حالته لحاله وكيطلبوا فيه الثمن غالي، وعلاش نجيبو لكم؟ ما تضيعوش نتوما ما نضيعش انا. انا كنحلي عليا كنجيب لكم طلامط جداد بثمن مستعمل، المهم جداد مع راساتك فرشيهم كيما حبيتي، بعدا جداد بوجهك احمر. قلنا هادو 2300 درهم البروكار، والمبرة الرومية الصالون رومي هذيك اللي مات الصالون رومي 1500 درهم، راه 30000 ريال راه مسيب تبارك الله بشهادات بزاف ديال الناس، راه ما كانش للحجز غادي تدخلوا الواتساب اللي بغات شي حاجه تسكري تاخذ اللقطه ديال الشاشه. الله يجازيكم بخير الناس اللي غايشريو فقط، راني كنوضح لكم كلشي وكنبين لكم كلشي، يعني تبارك الله الناس الجادين ما شاء الله كنعتز بزاف، كتدخل مباشره الواتساب كتصيفط لي التصويره كتقول لي واش هاد الطلنط مازال ما ريزيرفيتيهم حتى الوحده، كنقول لها نعم اه ولا لا، فاش كنصيف هذاك صافي كتقول لي الا كتقول لي المدينه باش كنقول لها واش يمكن لي ارسل لها ولا لا، كنتفاهم على مصاريف الارسال. كانت مدينه فاس كنحدد لها وقت كتجي كنخرجهم لها لباب الدار، لان انا ما كندخل حتى واحد للدار، انا كنبيع في الانترنت، انا كنبيع في الانترنت، انا كنكون بوحدي في الدار ما يمكنليش ندخل عليا حتى واحد، ولمصلحه اي وحده ما يمكنش تدخل لاي دار، مصلحتك انت ومصلحتي انا اللي عجبها. الحمد لله انا عندي كلياني ما شاء الله كيجيو عندي كيخرجوا كنخرجوا من الكفر الطوموبيل عادي باش ندخل اي واحد ما يمكنليش، بلا ما نذكر لكم علاش علاش شنو وقع راكم عارفين. يلا تبارك الله عليكم. بالنسبه لهادو هادو الفوطه، هادو كيقولوا لها الفوطه انتم حق مزيان فوطه، هادي هادو اخر موديل شنو كاين دابا، كاين العكري اللون الاحمر العكري والباج وهاد والدوغي بحال دوغي بارد ماشي ذهبي، هو غير هكاك جيب بحال مطروز، هذه الفوطه ومعها بحال مطروزه ثم الخياطه الزواقه تبارك الله، حتى الظهر الظهر فيه روعه ما شاء الله، الظهر ديالو روعه، ها انتما شو الظهر ديالو كي داير كيحمق، يعني تفرشي على على جوج وجوه بوجهك احمر، شوفوا البريون اللي كيعطي في الخدادي راه ما فيه لاصق لا والو، هكا كيبري هو مزيون. هادو اخر موديلات اللي ولاو دابا الفوطه دوفاس، يمكنك تفرشي بلانط جوج وجوه خدادي لا، المهم انت لان الظهر كيتشابه مع الوجه. هادي عندنا هنايا 12 متر 10 متر و 12 خديه، فيهم 10 متر باقا ما مفصلاش و 12 خديه، هانتوما ما مفصلينش هانتوما رولو 10 متر و 12 خديه، فصليها كيما حبيت مع ام الحسن، كان عندك الفراش طويل كبير غادي تفرشي، وكان عندك سديدرات صغار راكي غادي تفرشي. الحمد لله حليت لكم المساله، الحمد لله عندي المساله محلوله، ان يعني اللي عنده شي قياسات ما كيلقاهمش كيلقاهم عند ام الحسن، يعني من المزايا ديال ان الطلامط ما مفصلينش انك الا بغيتي تزيدي في السداري كتزيدي، الا بغيتي تنقصي كتنقصي، يمكن مثلا حتى الا بغيتي ديري حتى صالون كبير مثلا بهذا القياس يمكن لك تدي الخياط، هو تبارك الله يبدع هو يقدر يزيد لك توابات في القنوت، القنوت اللي كيكونوا مخبعين يزيد لك توابات ويزيد لك مينيات ويزيد لك ديكورات، توالم تشوفي توبغي هكا موبرا سامبل وديكور، يمكن مثلا اللي عندها صالون حتى السبعه ديال السداد راه الا كانت تبارك الله ذواقه وفنانه راه تقدر تعطي الخياط، راه تزيد غير ما بين مثلا باش تكمل الخدادي واحد العدد كبير 18 خديه، دير ما بين الخديه بلديه والخديه دير الخديه روميه، تجي خديه هكا وخديه هكا. هادو الثمن ديالهم
1400 درهم 28 فريع. عرفتي المليح كنبيع لكم المليح اخر ما كاين. هادشي هاد هو الفوطه اللي خرجت دابا. شو غير الزواقه كي دايره ديالها. هما من البعيد كيبانوا بحال المبره، هما فوطه. اذا ان شاء الله سالينا الجزء الاول ديال الفيديو، اتبعوا معايا الجزء الثاني. نتلاقاو ان شاء الله تعالى.